العاشرة بتوقيت بغداد. أحييكم مشاهدينا من استوديو 6 في عمان وحصادنا لهذه الليلة من على شاشاتنا الشرقية والشرقية نيوز. أتوالى على تقديمه أنا تارا البكري وعمر محرف. مرحبا تارا مشاهدينا، أهلا بكم في الحصاد بحلته الجديدة من استوديو 6. البداية بالعناوين. إسرائيل توسع نطاق أوامر الإخلاء في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف حيفا بصواريخ نوعية. قاليباف يحط بطائرته في بيروت حاملا رسالة من خامنئي. إيران ستدعم القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان. على غرار باريس، السوداني يكشف عن سعي بغداد لاستضافة مؤتمر دولي لدعم لبنان خلال اتصال مع ماكرون. الفساد في ملف الضرائب يعود للواجهة، السوداني يوقف قراراً فردياً أصدره مدير الهيئة ويشكل لجنة تحقيقية معه. كلام الناس يغوص في خفايا ملف الغجر في العراق، لا وثائق ولا وظائف وحرمان من أبسط حقوق البشر. يشارك في الحصاد من عمان سجد الجبوري، محمد شاني من أربيل، أنس البدري، ديما أحمد. أهلا بكم مشاهدينا، تدشن الشرقية نيوز استوديو 6 من عمان بحلته الجديدة والذي يعتمد آخر ما توصل إليه عالم الإعلام المرئي من تكنولوجيا على مستوى شاشات العرض فائقة الدقة والإضاءة الرقمية التفاعلية في خطوة منها لمواكبة التقدم السريع في مجال البث التلفزيوني. ويأتي استوديو 6 في عمان لإكمال مسيرة الشرقية والشرقية نيوز في تطوير العمل الصحفي في العراق والمنطقة العربية. تعرضت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان إلى قصف عنيف غداة مقتل 60 شخصاً وإصابة 168 خلال الساعات 24 الأخيرة. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن غارات استهدفت محيط بلدتي البازورية والخيام جنوبية لبنان، كما استهدفت غارة محيط بلدة في قضاء صور. وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب على لبنان إلى 2229 قتيلا و10380 جريحا منذ أكتوبر 2023 بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل وإصابة 18 شخصاً إثر الغارات التي طالت جنوب العاصمة بيروت. وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة بياناً قال فيه
إن القصف الإسرائيلي على قرية برجة التابعة لقرى قضاء الشوف أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح. ووجهت الصحة اللبنانية نداء إلى الأهالي للتوجه إلى المستشفيات والتبرع بالدم من أجل إنقاذ المصابين جراء استمرار القصف على المناطق في جنوب وشرق لبنان. لمن هالبيت؟ من هالبيت؟ طويلة هون. بدل كلاك انت عندك شو اشي كسر شو عند الامام؟ هي البناية هدي لمن يا شلبة؟ هدي هلا غارب برجة يا شباب، هدي هلا غارب برجة. الله أكبر الله أكبر. أنا هم محل الضربة، محل الضربة أنا، محل الضربة. وارتفعت حصيلة الضحايا في لبنان إلى 2255، فيما بلغ عدد المصابين 10,524 شخصاً منذ بدء الغارات الإسرائيلية على البلاد. وزارة الصحة اللبنانية قالت في بيان إنها سجلت خلال الساعات 24 الماضية 26 قتيلاً و144 مصاباً، توزعت على جنوبي لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل. وأمر الجيش الإسرائيلي سكان 22 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء إلى مناطق في شمالي نهر الأول في صيدا. ووجه بيان الجيش الإسرائيلي دعوة لسكان 22 قرية لإخلاء منازلهم بسبب وجودها قرب عناصر ومنشآت وأسلحة حزب الله، محذرا سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر. إسرائيل توسع نطاق أوامر الإخلاء في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف حيفا بصواريخ نوعية. أعلن حزب الله اللبناني عن قصف قاعدتين عسكريتين في الجولان وجنوب حيفا برشقة صواريخ. وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه قاموا صباح السبت بقصف القاعدة العسكرية بصلية من الصواريخ النوعية وقصف قاعدة سوما في الجولان. كما أعلن حزب الله عن استهداف جرافة عسكرية كانت تحاول الخروج من محيط موقع رامية، وقصف مربضا عسكريا في معيلية بالصواريخ. بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صواريخ فوق الجليل، مضيفا أن نحو 30 صاروخا أطلقت من الجانب اللبناني نحو الشمال منذ صباح السبت. وحذر حزب الله سكان مناطق في شمال إسرائيل من أن المنازل والقواعد العسكرية في الأحياء السكنية ستكون هدفا له، واتهم حزب الله الجيش الإسرائيلي بأنه يتخذ منازل في بعض مناطق شمال إسرائيل مراكز التجمع لضباطه وجنوده، إضافة إلى وجود قواعده العسكرية داخل أحياء سكنية في مدن كبرى مثل حيفا، طبريا، عكا، مشيرا إلى أن هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوى الصاروخية والجوية للحزب. وجددت عائلات لبنانية رفضها الهجرة من مناطقها إلى مدن بعيدة عن القصف أو مغادرة البلاد إلى دول أخرى. ويعمل العشرات من أهالي بيروت في سوق المزارعين على تقديم وجبات من الغذاء للنازحين من مناطق أخرى في لبنان. هذه
اكيد اثر، نحن بلبنان نطلع وبننزل نطلع وبننزل، بس انه مكملين اكيد، ما حدا بيوقفنا وما ما فكر سافر اصلا من هون، مع انه اهلي جربوا كثير انه روحي وخذي ابنك وسافري، بس نوي هون باقيين هون. كنا عم نعمل 1500 وجبه في عالم محتاجه، في ناجحين سوريين مثل ما قلنا، كنا بعدنا مستمرين مع الجمعيات من اللبنيس فود بانك، من بيت البركة، من مستوصف مرمخايل، من الكنيسة، كان في عنا جمعيات عم نعطيهم هال 1005 كنا عم نطبخها، بس لما اجت الحرب هلأ طلعنا بالعدد لل 4500 وجبة. وتحبس منطقة الشرق الأوسط أنفاسها في ظل الحرب الكلامية والتهديد غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، لا سيما بعد إطلاق الحرس الثوري أكثر من 180 صاروخا استهدف فيها مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما يترقب العالم الرد الإسرائيلي بعد إطلاق تهديدات بضرب المنشآت النووية ومنشآت الطاقة. تنضم معنا سجد الجبوري لتطلعنا على المزيد من التفاصيل. سجد، ماذا لديك؟ لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. عنوان عريض يؤطر الحرب الكلامية بين إسرائيل وإيران، لكنه قد يختل هذه المرة إذا هاجمت تل أبيب طهران بشكل مباشر. فالطرفان يزبدان ويرعدان ويتوعد أحدهما الآخر بالويل والثبور منذ الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الحالي، الذي أطلق فيه الحرس الثوري نحو 180 صاروخا باليستيا وفرط صوتي، واستهدفت فيها قواعد جوية ورادارات وأنظمة دفاعية وتجمعا للدبابات. بعد الهجوم مباشرة أطلقت إسرائيل تهديدات جعلت العالم يقف على قدم واحدة، فبين كل أهداف الذي قالت إنه قد تستهدفه يثير الرعب حقا، لكن لماذا؟ لأن من بينه 6 منشآت نووية كما تشاهدونه في هذا العرض، منهم مفاعل آراك الذي ينتج 50 كيلوغراما بلوتونيوم، ومفاعل ناتانز الذي يحتوي على 5000 جهاز طرد مركزي، ومفاعل أصفهان الذي ينتج 60 وحدة، ومفاعل بوشهر الذي بدأ العمل به عام 1992 ونسبة التخصيب فيه 3.5%. مصنع أردكان الذي أنجز في العام 2005 وينتج كما يعرف بالكعكة الصفراء. بنك الأهداف الذي تنوي إسرائيل استهدافه قابله بنك من الأهداف في إسرائيل، وهذه المرة الأهداف كلها تتعلق بالطاقة. فما الأهداف الإسرائيلية التي تنوي طهران مهاجمتها؟ الهدف الأول هو حقل كاريش الغازي، يتراوح حجم الاحتياطات فيه ما بين 1.5 تريليون إلى 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل كاريش تم اكتشافه في عام 2013. أما الهدف الثاني هو حقل تامار الغازي، وينتج نحو 8,500,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي بشكل يومي. حقل تامار بدأ الإنتاج فيه في عام 2013، والاحتياطي فيه 280 مليار متر مكعب، وستة آبار إنتاجية تتواجد فيه. أما الهدف الثالث هو حقل لفيثان الغازي الذي تم اكتشافه في عام 2010، وهو أكبر حقل غازي في مياه البحر المتوسط. احتياطي هذا الحقل يقدر ب 400 مليار متر مكعب. أما الهدف الأكثر حيوية وخطورة هو ميناء حيفا. لماذا؟ لأنه بوابة إسرائيل على العالم، وهو أكبر الموانئ على البحر المتوسط، وتبلغ مساحته 700,000 متر مربع.
يستقبل 30 مليون طن من البضائع بشكل سنوي. أما الهدف الخامس هو ميناء أسدود بما يضمه من مصافي نفطية ومحطات لتوليد الكهرباء، كما تنوي أيضا إيران استهداف 6 محطات لتوليد الكهرباء من بينها محطة أوروت رابين وروتنبرغ. هذه الأهداف التي استعرضناها وفي حال ضربت من قبل إيران فهذا يعني أن الحرب الشاملة قد بدأت فعلا. نعم سجد، مثلما ذكرتي بالضبط، الأهداف التي تنوي طهران ضربها في إسرائيل كلها أهداف حيوية ومهمة. سنحاول يعني أن نشرح على هذه الخارطة التوضيحية، يعني هذه المواقع في إسرائيل بعضها موجود في مواقع حساسة جدا، وهنا نستعرض مثل ما قلنا هذه الأهداف. حقل كاريش الغازي يقع في المياه الإقليمية، هذا الحقل يبعد 100 كيلو متر عن السواحل الإسرائيلية كما هو موضح بهذا الشكل. طبعا هذا هو على البحر الأبيض المتوسط بين لبنان وإسرائيل، يبعد 100 كيلو متر عن السواحل الإسرائيلية، في حين تقول وزارة الطاقة اللبنانية إنه يبعد 4 كيلومترات فقط عن أراضيها. أما حقل تامار الغازي كما نشاهد في الصورة يبعد 25 كيلومترا قبالة مدينة أسدود، وهو على ساحل البحر المتوسط أيضا، في حين يقع حقل لفيثان، هذا الحقل طبعا يقع على السفح الجنوبي لجبل إيرانوستيرس البحري، يبعد نحو 130 كيلومترا عن مدينة حيفا. أما ميناء حيفا الذي يمثل شريان النقل التجاري المهم في إسرائيل فيقع في الجزء الشمالي كما هو موضح، يمتد إلى نحو 3 كيلومترات على طول الشاطئ، شاطئ البحر المتوسط، وعلى ساحل الشرق البحر المتوسط طبعا. يقع ميناء أسدود الذي يبعد عن قطاع غزة أقل من 30 كيلومترا، لذلك يعد هدفا دائما للهجمات الصاروخية منذ عام تقريبا، استهدف من حماس واستهدف مؤخرا من حزب الله. أما الأهداف الأخرى التي ذكرتها سجد فهي محطات توليد كهرباء في إسرائيل. أبرز المحطات هي محطة أوروت رابين تقع على ساحل البحر المتوسط أيضا في مدينة الخضيرة، ويوجد بالقرب منها ميناء خاص يزودها باحتياجاتها من الفحم بشكل مباشر. واشنطن حاضرة في مرحلة تتداخل فيها الحروب الباردة بالصراعات. هنا اسطنبول المأشور الرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. دبي مركز القرار الاقتصادي الشرق أوسطي، يصبح الحلم فيها حقيقة. من الشريان الرابط بين إفريقيا وآسيا في سيناء، مروراً بحاضنة الجامعة العربية القاهرة، وصولاً لأولى خطوات النيل. التطورات الإقليمية تمر غالباً من هنا. أرض العزم والنشامة ومأمن الجميع، تتسع الخطوات لمواكبة التطورات. مرحلة جديدة من العلاقات تغير المعادلات الإقليمية وربما الدولية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران ستدعم كل القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان وكذلك حزب الله، عقب وصوله بيروت في زيارة تستغرق يوما واحدا يتوجه بعدها إلى جنيف.
قاليباف قال في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية إنه يحمل رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مفادها أن إيران تقف مع لبنان في كل الظروف. جئت إلى بيروت حاملا رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس مسعود بيزشكيان، مفادها أننا نقف مع لبنان. نحن مستعدون لتقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان والكثير من النازحين جراء الحرب في البلاد، وسندعم كافة القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية والمقاومة في لبنان وحزب الله. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وهو يقود بنفسه الطائرة التي أقلته من طهران إلى العاصمة بيروت في تحدي لإسرائيل التي قالت إنها ستمنع هبوط أي طائرات إيرانية في مطار رفيق الحريري. وتفقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف برفقة اثنين من نواب حزب الله موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قلب بيروت الخميس وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل. وقال قاليباف من أمام ركام بناية مهدمة جراء الضربة الجوية إن المنظمات الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديهم القدرة على وقف إسرائيل، لكنهم للأسف ظلوا صامتين. وتأتي زيارة قاليباف بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لبيروت. والتقى رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف خلال زيارته لبنان التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونظيره اللبناني نبيه بري. وقال قاليباف إنه جاء إلى لبنان لنقل رسالة المرشد الإيراني علي خامنئي والحكومة والشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني، ومفادها إنهم سيبقون دائما إلى جانب لبنان شعبا وحكومة ومقاومة. من جانبه أكد نجيب ميقاتي أن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه. وشدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملا. وعقب التصعيد العسكري في لبنان يعيش الواقع الاقتصادي الذي يئن تحت وطأة أزمات متفاقمة على مدار السنوات الخمس الماضية، يعيش فترة حرجة للغاية تنذر بدخوله لنفق مظلم، خاصة أنه طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها فيما قفزت سندات الدولة اللبنانية المتعثرة عن سداد ديونها إلى أعلى مستوياتها في عامين مع تهافت التجار على شرائها بأسعار زهيدة. المزيد عن الواقع الاقتصادي اللبناني مع أنس البدري من استوديو 7. مع اشتعال الحرب يعيش اقتصاد لبنان المنهك في الأصل تحديات لا تعد ولا تحصى، فجميع المؤشرات تؤكد أن الخسائر التي سيتكبدها لبنان على المستوى الاقتصادي ستكون قاسية لا محال، إذ تقسم الخسائر التي طالت مختلف المجالات الاقتصادية لغاية الآن إلى شقين: الأول مباشر يتمثل بالدمار الكبير الحاصل في الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت، فقد دمرت آلة الصراع بنى تحتية ومصانع ومؤسسات ومحال تجارية. أما الخسائر الاقتصادية غير المباشرة فتكمن بالضرر الذي لحق بالناتج المحلي وفرص العمل، فقد أجبرت مئات الآلاف من القوى العاملة على ترك وظائفها وشركاتها ومصانعها، الأمر الذي ينذر بتداعيات سلبية على المديين القريب والمتوسط. فبحسب إحصاءات رسمية فإن الواقع الزراعي قد أصابه النصيب الأكبر من آثار الحرب الدائرة،
جراء حرق الأراضي الزراعية وتخريب تربتها ونزوح المزارعين وتعطل سلاسل التوريد وتضرر البنى التحتية. تشير التقديرات الأولية للخسائر في قطاع الزراعة قبل 4 أشهر إلى نحو 3 مليارات دولار، والآن بالتأكيد تضاعف هذا الرقم. لا تستقر أرقام الخسائر المتلاحقة بالاقتصاد اللبناني عند هذا الحد، بل طالت القطاع السياحي، فقد كان يدخل إلى لبنان سنوياً بين 5 إلى 7 مليارات دولار، وجراء الحرب يكون هذا القطاع قد انتهى وأوقف آمال لبنان للنمو، إذ قدرت خسائر القطاع بنحو 90%، أي بخسارة ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار. في المقابل تواصل سندات لبنان المتعثر عن سداد ديونه القفز في أعلى مستوياتها خلال 2 عامين، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 44% منذ أواخر أيلول الماضي، مع تهافت التجار على شرائها بأسعار زهيدة على أمل تحقيق إصلاح سياسي في المستقبل القريب. عن أزمة النزوح في لبنان، عدت أوساط الرقابية أنها غير مسبوقة مع وجود أكثر من 1 مليون نازح خلال 2 أسبوع، وهو ما يتطلب توفير المأوى والطعام والعلاج، وبالتالي تؤثر كل تلك العوامل على الاقتصاد، خاصة بعد أن انزلق لبنان إلى حالة من التخلف عن سداد الديون في ربيع عام 2020، إذ سقط النظام المالي في البلاد بأزمة اقتصادية عميقة عام 2019 مع وجود حكومة غير عاملة فعليا تضربها الخلافات. وفق هذه المعطيات، فإن لبنان قد يخسر فرصة ثمينة لاستعادة مسار النمو الإيجابي في بيانات الناتج المحلية بعد 4 سنوات متتالية من نسب الانكماش الحاد. للحديث أكثر نرحب الآن بالسيد نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي. سيد نضال، مرحبا بك في الحصاد. هناك قلق متزايد أممي، قلق دولي، أيضا قلق داخل منطقة الشرق الأوسط من أن يتحول هذا الصراع ما بين إسرائيل وحزب الله إلى صراع أشمل أوسع، أو بمعنى آخر حرب شاملة. ولكن في ذات الوقت هناك مبادرات، مبادرة الأمريكية الفرنسية أو حتى المبادرة الداخلية التي قدمت من داخل لبنان. من وجهة نظرك أيهما أقرب، فرص احتواء هذا الصراع أم فرص تحوله إلى حرب شاملة؟ نعم، بداية أسعد الله مساءك ومساء متابعيك الكرام، ومبارك على الاستديو الجديد الشرقي. يعني بداية دعني أقول أن فرص انحصار دائرة الصراع في الشرق الأوسط هي أكبر من فرص توسع دائرة الصراع، لعدة أسباب حتى يكون تحليلنا منطقي ونندفع باتجاه بعض المؤشرات. أن للبيئة الإقليمية تدفع باتجاه توسيع لدائرة الصراع، وللبيئة الدولية تدفع باتجاه توسيع لدائرة الصراع على الأقل الآن. السبب في ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بانتخابات رئاسية بعد عدة أسابيع، وبالتالي هي لا تريد الاندفاع باتجاه الانشغال بصراع في الشرق الأوسط، يضاف أو قد يشغل الإدارة الأمريكية الحالية عن الانتخابات الرئاسية. الأمر الآخر أن أوروبا لا تريد أن تتحمل تبعات صراع جديد في الشرق الأوسط ويضاف إلى تكاليف الصراع الذي تتحمله مع أوكرانيا، وبالتالي ضمن كل هذه المساقات يبدو أن المجتمع الدولي يدفع باتجاه ضبط للصراع الجاري الآن. إضافة لذلك أن الإقليم بكل خطابه الإعلامي لا يدفع ولا يحبذ الذهاب باتجاه توسيع لدائرة الصراع، لأن هناك تشابكات إقليمية، تشابكات سياسية اقتصادية، وبالتالي قد تدخل الإقليم بنفق جديد، هذا النفق يضاف إلى ما يتحمله من تبعات، سواء الصراع في الأراضي المحتلة أو الصراع في سوريا أو ما يحدث أيضا من تشابكات إقليمية في العراق أو بعض المناطق. وبالتالي كل المؤشرات على الأرض تدفع باتجاه انحصار لدائرة الصراع وليس توسيع لدائرة الصراع. الولايات المتحدة الأمريكية تريد صراع بالمنطقة مضبوط، هذا الصراع ضمن مقاسات أمريكية تستطيع الولايات المتحدة من خلاله تحقيق المصالح الأمريكية. والأهم من ذلك كله أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبقاء صورة شرط المنطقة وهي إسرائيل كما هي. طيب سيد نضال، تتحدث بأنه جميع الأطراف لا تريد توسعة لهذه الصراع، ولكن بنفس الوقت هناك تهديد ووعيد من قبل إسرائيل خاصة على الجانب الإيراني، وأيضا هناك احتياطات ومعطيات تقول عكس ذلك. إذا هل برأيك بأنه دعم أمريكا، الدعم الأمريكي لإسرائيل سيتوقف بهذه المرحلة؟ إطلاقا الدعم الأمريكي لن يتوقف إلى إسرائيل. الولايات المتحدة كما تكلمت قبل قليل تريد إبقاء صورة
شرط المنطقة التي يحفظ مصالحها من خلال أدواتها وهي إسرائيل. الأمر الآخر والأهم أن واشنطن تدرك تماما أهمية وجود ولايات المتحدة، أهمية وجود إسرائيل في المنطقة على الأقل الآن. الأمر الآخر فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد رد إسرائيلي على إيران تحقق من خلاله ثلاث نقاط استراتيجية مهمة. الأولى تحقق الردع لإسرائيل، وعندما أقول الردع حتى تكون الصورة واضحة للمتابع والمشاهد بكل بساطة بعيدا عن تعقيدات المصطلحات الاستراتيجية، الردع هو أن تستطيع إسرائيل الضرب متى تشاء وأينما تشاء وكيفما تشاء. هذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في المنطقة. الأمر الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبقاء التفوق العسكري لإسرائيل، كما أنها تريد أيضا عدم كسر ميزان القوة في المنطقة إقليميا، وبالتالي لا تريد تفوق إيراني على إسرائيل في ظل الرد الإيراني الذي حصل مؤخرا واستهدف بعض النقاط الاستراتيجية في إسرائيل. وبالتالي ضمن كل هذه السياقات يبدو أن الدفع الأمريكي وما سمعنا به قبل ساعات من الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنشر منظومة الثاد وهي منظومة دفاع جوي في المنطقة لحماية إسرائيل من أي رد إيراني متوقع، وبالتالي ضمن كل هذه السياقات أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بإبقاء الصورة النمطية لإسرائيل في المنطقة كتفوق عسكري وتفوق استراتيجي. طيب دعنا سيد نضال نرحب أيضا بالسيدة ثريا عاصي الكاتبة والباحثة اللبنانية. سيدة ثريا مرحبا بك في الحصاد. هناك مبادرة أطلقت من داخل لبنان تتمثل باختيار رئيس جمهورية ثم تطبيق القرار 1701 ثم اختيار رئيس وزراء من أجل نوعا ما تجنيب لبنان مزيد من الدمار الذي تتعرض له وخاصة في جنوب لبنان. هل هذه المبادرة بالفعل يمكن أن تجنب لبنان القادم؟ يعني مساء الخير بداية، ولكن يعني لا أعتقد أن هذه المبادرة هي مبادرة من داخل لبنان، يعني لم نسمع بها من داخل لبنان، ولكن هي تعاليم وتعليمات أتت من السيد نبيه بري تحدث صراحة سننتخب رئيس جمهورية توافقي. تماما، هذا الموضوع وصلنا سنتين بنسمعه في لبنان أنه نريد رئيس جمهورية توافقي، ولكن الكلام الذي بدر عن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان وهي التي كانت تتكلم عن مرحلة يجب التحضير لمرحلة ما بعد حزب الله، وبالتالي اعتبروا أن الحرب انتهت وأن يجب استتباب الأمور أو تطبيق الأمور حسب الشروط الإسرائيلية والأمريكية في لبنان، ولكن هذه المبادرة هي استثمار للدمار التي تحدثتم عنه، الدمار الحاصل في لبنان، لأن لبنان يتعرض إلى حرب إبادة منذ ما يقارب الشهر، منذ 17 شهر الماضي، وهو يتعرض إلى حرب إبادة، ورأينا كيف تقصف المستشفيات وتدمر البيوت في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع. يعني اليوم طالت الغارات الإسرائيلية حتى مناطق جرود البترون، إذا كنتم سمعتم بها، هذه المناطق السياحية التي كانت والآمنة في لبنان. وبالتالي يعني هي أنا أريد أن أضيف إلى مسألة أن إسرائيل هي قاعدة متقدمة، قاعدة عسكرية متقدمة، وهي حاملة طائرات للولايات المتحدة، وهذا ما نشهده بأنه الكمية من الغارات والطائرات التي تستطيع أن تقصف في جباليا وتعود إلى البقاع اللبناني والجنوب اللبناني والعاصمة بيروت وغيرها. طيب السيدة ثريا، هناك محاولات لطرح خارطة طريق ترضي جميع الأطراف، أين يقف لبنان من ذلك؟ هل هناك بوادر؟ هل هناك بوادر للوصول إلى اتفاق؟ وماذا عن الدعم الدولي كفرنسا مثلا؟ هناك كانت هناك أوراق
فرنسية أو مبادرة فرنسية و أمريكية، ولكن الإسرائيلي هو من ضرب فيها بها عرض الحائط يعني، وشن حرب مدمرة على لبنان، حرب إبادة، حرب همجية، حرب يعني لا نستطيع أن نصفها بربرية. ونحن منذ يومين ونحن نسمع منذ أيام ونحن نسمع الصدام الحاصل بين إسرائيل يعني نتنياهو كيف هاجم وأهان الرئيس الفرنسي. بالأمس كانت هناك ضربات تتلقاها قوات حفظ السلام الأممية الدولية في جنوب لبنان، واتخذوا منها دروعا بشرية، وباتوا يعني راح ضحاياها من الجرحى. ونسمع كيف اعترضت إسبانيا على هذا الأمر، لأن هناك قوات إسبانية وإيطالية وصينية وسريلانكية وكل هذه الدول المشتركة في قوات حفظ السلام الدولية، وبالتالي أنه ليس هناك من أوراق يعني. طيب سيدة ثريا، عذرا للمقاطعة، ولكن دعيني أعود مرة أخرى للسيد نضال أبو زي. سيد نضال، عندما نتحدث عن الدور الأمريكي تقول بأنه لا يريد أن تتحول هذه المنطقة إلى غزة ثانية، ولكن في ذات الوقت هو داعم لإسرائيل. ما الذي يتحكم بهذا الصراع؟ من هم أقطاب هذا الصراع؟ من هم الذين يملكون مفاتيح إيقاف هذه الحرب أو استمرارها؟ نعم، بكل وضوح من يملك مفاتيح إيقاف هذه الحرب أو اشتعالها هي الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ماذا عن الأطراف الإقليمية أيضا؟ نحن الآن نعيش في أحادية القطب، الآن نتحدث عن قطب واحد في العالم، وبالتالي يبدو أن القوى الدولية العالمية الموجودة أيضا روسيا والصين ليست بوارد الذهاب باتجاه التحكم بصراع موجود في الشرق الأوسط. الصين معروف عنها أنها تذهب باتجاه اتجاهات اقتصادية أكثر منها اتجاهات عسكرية أو سياسية، وروسيا منشغلة أصلا في الملف الأوكراني، وبالتالي ليس في الوارد دخولهم في معترك صراع موجود أصلا في الشرق الأوسط، خاصة أن روسيا تلقائيا يبدو أنها انكفأت على نفسها في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالملف السوري على أقل تقدير. وبالتالي يبدو أننا أمام صراع تتحكم فيه أحادية القطب الولايات المتحدة الأمريكية، بيدها مفاتيح إشعال هذا الصراع، وبيدها أيضا مفاتيح وقف هذا الصراع. الأمر الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية إن أرادت وقف هذا الصراع فلديها أدواتها في التحكم بموضوع الـ 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 الوكيل أو الذراع الأمريكي كما أستطيع أن أسميه في المنطقة، وهي إسرائيل. وبالتالي طرحت عديد من المبادرات السياسية، الولايات المتحدة لم تكن جادة في ضبط هذه المبادرات السياسية، علما أن المقاومة في قطاع غزة في بداية شهر أيار وافقت على هذه المبادرة وهي مبادرة بايدن. لكن بالمجمل لا نستطيع أن نقول أن هناك تحكم بالصراع الموجود في الشرق الأوسط إلا من خلال القناة الأمريكية الموجودة. وبالتالي الولايات المتحدة لها خطابين إعلاميات، الخطاب الإعلامي المستهلك للشارع العربي وهو الخطاب الذي يدغدغ العواطف العربية، والخطاب الرسمي الأمريكي الذي يدار في الغرف المغلقة والذي يدار حسب المصالح الأمريكية. وبالتالي من مصلحة أمريكا بقاء إسرائيل في المنطقة كشرط المنطقة، ومن مصلحة أمريكا أيضا بقاء التوازن القوى في المنطقة بحيث لا يكسر هذا الميزان، بحيث أنه يتم تقليم أظافر إيران بالمنطقة وليس القضاء على إيران بالمنطقة، لأنها تريد هذا التوازن الذي يمكن أن يحكم المصالح الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية مع الخليج. نعم، إذن بالعودة لك سيدة ثريا، أشرت بأن إسرائيل تشن هجوما بشعا وهمجيا على لبنان، ولكن هذه الهجمات كانت مكثفة لضرب قياديي حزب الله ومواقع الأسلحة والذخائر وما إلى ذلك. الآن ماذا تريد إسرائيل؟ وماذا عن الدعوة لتطبيق قرار 1701 والعودة إلى الحوار؟ يعني تحت مسمى، وهذه حرب المصطلحات والبروباغندا الإعلامية التي حاصلة، هم يعني يشنون حرب إبادة على غزة منذ أكثر من عام تقريبا، تجاوزنا العام،
وهم يقولون أنهم يريدون فقط القضاء على حماس وأن الحرب هي بين إسرائيل وحماس، ولكن وهذا ما يعني يحاولون نشره في لبنان بأنهم يريدون فقط القضاء على حزب الله، وتحت هذا المسمى وتحت هذا الشعار باجتثاث حزب الله والمقاومة هم يجتثون بيئة بأكملها، وهم هجروا ودمروا مناطق نصف لبنان تقريبا بالغارات التي يقومون بها، وليس فقط بالاغتيالات يعني، ولا ليس هناك من أي مبرر قانوني ودولي يسمح لهم من أجل الاغتيالات أن يدمروا أبنية بأكملها كما حصل في العاصمة بيروت أول من أمس. وبالتالي كمية الدمار الحاصلة وكمية القتل الحاصلة، أكثر من 3000 شهيد مدني، الإطلاق النار على المسعفين والإسعافات، هي ليست فقط للإغتيالات، ولا يستطيعون أن والحرب ما زالت في بدايتها، ولا لا يمكن أن نقضي على حزب الله أو على المقاومة اللبنانية التي نشأت بعد الغزو. طيب سيدة ثريا، دعيني أنتقل مرة أخرى لسيد نضال. سيد نضال، هناك نقطة مهمة اليوم، خليني أكمل الفكرة لضيق الوقت. باختصار سيدة ثريا، عذرا. لا، أنا الذي كنت أقوله أنه لا يمكن بالاغتيالات التي حصلت أن نستهدف شعب بأكمله باجتثاث بيئة بأكملها، مجتمع بأكمله، وتهجيره وتدمير المناطق بالطريقة التي تقوم بها إسرائيل، وهي تقول علنا أنها تريد أن تحتل بيروت وتحول لبنان بأكمله إلى غزة أخرى. وبالتالي الهدف من هذه الغارات ومن هذه الحرب هي محو لبنان أو القضاء على لبنان، وليس القضاء فقط على قيادات والاغتيالات التي تكذب وتقول إسرائيل أنها تريد فقط أن تقتل فلان أو آخر من قيادات حزب الله. هي تقتل الأطفال وتدمر أحياء بأكملها في قلب العاصمة بيروت أول من أمس، تحت شعار أنها تريد أن تغتال مسؤول جهاز أمني في حزب الله، اغتالت عشرات الأطفال والعائلات ومحتها عن السجلات المدنية. وبالتالي هي تقوم بحرب همجية بربرية. وضحت الصورة سيدة ثريا، حرب إبادة. طيب أنتقل مرة أخرى للسيد نضال. سيد نضال، أن يحط رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف بطائرته في بيروت بالرغم من التحذيرات الإسرائيلية بمنع أي طائرة إيرانية من الهبوط، وأن ينقل رسالة إيران داعمة للشعب اللبناني، للحكومة وللمقاومة، كيف تقرأ هذه الرسالة؟ هل هي رسالة تحدي؟ هل هي رسالة إعادة التوازن؟ هل هي رسالة بأننا نتحكم اليوم بمفاتيح هذا الصراع؟ نعم عمري، إذا ما ذهبنا إلى يوم سابق من هذا الخبر، كان هناك خبر آخر بأن محمد رضا فلاح زادة تم تسليمه أو الإشراف على حزب الله في لبنان، وبالتالي لا ينفصل أو لا يمكن فصل زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني قلبيف عن هذا الخبر بالتحديد. وبالتالي نحن أمام مشهد تريد إيران تطيره أمام الشارع العربي، بأن إيران لا تزال تتحكم بأذرعها في المنطقة من ناحية، من ناحية أخرى أن رئيس وجود، إذا ما عدنا إلى خلفية قلبيف، نجد أن رئيس مجلس الشورى الإيراني هو من التيار الأصولي في إيران، والأمر الآخر أنه من خلفية عسكرية أيضا. وبالتالي ضمن كل هذه المساقات نستطيع أن نقول أن إيران تريد أن تفرض أمام الشارع العربي أنها لا تزال تتحكم ببعض أدواتها في المنطقة، وتنفي الرواية الإعلامية التي خرج بها الاحتلال وقال أن هناك انفكاك أو انسلاخ ما بين حزب الله وما بين إيران. الأمر الآخر والأهم أنها رسالة إلى العالم أن إيران تستطيع نزول في مطار بيروت في ظل كل هذه التشابكات الأمنية والعسكرية التي تحدث، وأن إيران ليس فقط تتحكم بالمشهد العسكري الذي يقوم به حزب الله، بل أيضا
تريد أيضا طرح مسار دبلوماسي يتماشى مع المسار العسكري من أجل إعطاء صورة نمطية لإيران بأنها تتحكم بكل المشهدين في المنطقة، وأن أدوات إيران لا تزال موجودة، وأن إيران تتعامل مع أدواتها خاصة في ظل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الذي روج إلى الاختراقات الأمنية في صفوف حزب الله أو حتى في صفوف IRGC الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي ضمن كل هذه المساقات لا تزال طهران ترسل إشاراتها، إشارة إلى الشارع العربي وإشارات إلى الشارع الغربي الرسمي بأنها لديها القدرة على الاستمرار بالتحكم بأدواتها بالمنطقة رغم كل ما حدث من تهشيم للهيكل التنظيمي لحزب الله قبل عدة أيام من خلال الاختراقات التي حدثت في بنية التنظيم الهيكلية أو في بنية سلسلة القرار العسكري والسياسي لحزب الله. نعم، طيب كنا نتحدث عن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف. بالعودة لك سيدة ثريا، إذن زيارة قاليباف الآن إلى بيروت، وأيضا قبل ذلك بأسبوع كان هناك رئيس الوزراء عراقشي أيضا في بيروت، إذن وزير الخارجية الإيراني. إذن سيدة ثريا، يعني تسلم الجيش اللبناني لمناطق واقعة تحت حزب الله، هل يمكن أن يمثل حلا مقبولا لأطراف النزاع؟ يعني أنا بدي أتأسف على هذا الخطاب الإعلامي الذي يروجه أنه لبنان بعد يعني كل الشهداء الذين يرتقوا في لبنان، أنه منلاقي أنه بعدنا عم ناخد لبنان وأنه هو أذرع لإيران وإيران تتحكم وتدير. إيران ليس خافيا على أحد، هي تقدم الدعم وتدعم كل قوى المقاومة من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى سوريا، ولم تخفي ذلك على العلن. ولكن هؤلاء ليسوا المقاومة في لبنان كما سبق وذكرت، هي نشأت وولدت من رحم الغزو الإسرائيلي إلى لبنان، إلى احتلت إسرائيل العاصمة بيروت بال 82 وحاولت أن تقوم بما تحاول الآن أن يقوم به انتخاب رئيس جمهورية، نفس السيناريو الذي كان حصل في 82، وانتخبوا على الدبابات الإسرائيلية فرضوا رئيسا للجمهورية وحصل الذي حصل ودخلنا بأتون حرب أهلية، وولدت مقاومة طردت هذا المحتل الغاصب لفلسطين وأيضا للبنان. وبالتالي لم في لبنان يوجد مقاومة عمرها 42 سنة منذ 82، وكانت هذه المقاومة ولذلك الاغتيالات التي حصلت لقيادات من المقاومة كلهم بدأوا الحياة المقاومة والنضال منذ 82 و83 في شوارع بيروت. وبالتالي مش مقبول ينقال انه في لبنان اذرع، يعني وكتر خير ايران ان اجت بهذا التحدي لمنع، لانه صارت المراقبه والتفتيش في مطار بيروت للامريكي والاسرائيلي بانه يسمح لهذه الطائره بالهبوط وغيرها بعدم الهبوط، ولذلك كان تحديا مجيء قاليباف إلى بيروت وهو يقود طائرته ونزل بين الناس بالشوارع ليقدم الدعم لهم، الناس الذي جزرت بهم إسرائيل نزل وقدم دعم الإيراني الذي لم يتوقف منذ بداية عمل المقاومة إلى اليوم، وهم يقدمون الدعم. ولكن المقاومة في لبنان هي مقاومة لبنانية، وهي
التي تدير الحرب، وطبعا وهي لم تخفي المقاومة طيلة السنوات الماضية، وهي تقول أنها تتلقى الدعم من إيران والتدريبات في إيران وكل شيء في إيران، ولكن العرب الآخرون ماذا قدموا حين احتلت العاصمة بيروت؟ ماذا فعلوا للبنان؟ وماذا فعلت ماذا قدموا لأهل غزة الذين يموتون من العطش ومن عدع المجازر من العطش ومن نعم والوضع الإنساني الصعب. نعم شكرا تمام. جزيلا سيدة. ما يعني ما نتلقاه في لبنان نعم. أين الدعم يعني إذا لم تأتي إيران إلى دعمنا؟ هل وضحت الصورة؟ شكرا جزيلا سيدة ثريا، عذرا للمقاطعة ولكن هذا ما سمح به الوقت. سيدة ثريا عاصي الكاتبة والباحثة اللبنانية كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو سيد نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لكما. على غرار باريس السوداني يكشف عن سعي بغداد لاستضافة مؤتمر دولي لدعم لبنان خلال اتصال مع ماكرون. كلام الناس يغوص في خفايا ملف الغجر في العراق، لا وثائق لا وظائف وحرمان من أبسط حقوق البشر. يواصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني جهوده الدبلوماسية واتصالاته مع زعماء العالم لتجسيد دور العراق المحوري في التهدئة والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين. فقد أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني السبت اتصالا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول الوضع الراهن في المنطقة وضرورة الاستمرار بتنسيق المواقف في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم. وركز الاتصال على الدعوة التي أطلقها مؤخرا الرئيس الفرنسي لإيقاف توريد الأسلحة إلى إسرائيل في حربه ضد غزة ولبنان، وجرى تأكيد أهمية تعضيد هذه المبادرة وتوسعة نطاق العمل بها مع ضرورة توجيه كل الجهود نحو وقف الحرب وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني. وأكد السوداني استعداد العراق للمشاركة في مؤتمر سيدعو له الرئيس الفرنسي في باريس لتحشيد الجهود الدولية والإقليمية نحو تثبيت الأمن في المنطقة وتقويض آثار الحرب العدوانية وتداعياتها وتقليل الخسائر التي ستنجم عنها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. كما أكد رئيس الوزراء تحرك العراق لعقد مؤتمر مماثل في بغداد. نددت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا باستهداف قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن مثل هذه الهجمات غير مبررة وتمثل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وبموجب القانون الدولي الإنساني. هذا وأعربت الحكومة البريطانية عن صدمتها إزاء تقارير استهداف اليونيفيل، وقال متحدث باسمها إنه من الضروري حماية قوات حفظ السلام والمدنيين ووقف إطلاق النار فورا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إسرائيل أيضا إلى الكف عن إطلاق النار على عناصر اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان. نقرأ على حضراتكم هذا الخبر العاجل. وسائل إعلام لبنانية تقول غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان. إذن غارة إسرائيلية الآن نفذت على جنوب لبنان في بلدة الخيام. أثار إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جنوب لبنان ليومين متتاليين أسفر عن إصابة 4 من عناصرها، أثار مخاوف وانتقادات واسعة النطاق من المجتمع الدولي وطرح تساؤلات عن الأهداف الإسرائيلية وراء استهداف قوات يونيفيل. المزيد في سياق هذا التقرير. قوات اليونيفيل لم تكن بعيدة عن مرمى النيران الإسرائيلية جنوب لبنان، حيث هزت انفجارات القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام في المنطقة للمرة الثانية في 48 ساعة. للمرة الأولى
تكون لغة التفاهم بين اليونيفيل والجيش الإسرائيلي بإطلاق النار منذ تموز 2006 في تطور خطير دفع القوة الأممية إلى التحذير من أن قواتها تواجه خطراً شديداً. مراقبون وخبراء قالوا إن الاستهداف الإسرائيلي يحمل رسالتين، إما لدفع القوة الأممية للانسحاب بضعة كيلومترات مما يفسح لها المجال للتقدم ميدانياً وإعادة إنتاج واقع جديد على الحدود اللبنانية الجنوبية، ما يعني ترتيبات أمنية خاصة وصلاحيات معينة لقوات يونيفيل، أو هو مجرد رسالة تحذيرية للأمم المتحدة لعدم إدانة عملياتها. إطلاق النار على موقع قوات اليونيفيل أمر لا يمكن التسامح معه، وأوضحنا لإسرائيل ذلك. الهجوم الأخير الذي طال قوات حفظ السلام يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وأجدد تأكيدي هنا أننا يجب أن نفعل كل شيء من أجل تجنب الحرب الشاملة. فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا وغيرها من الدول نددت بالاستهداف، وقالت إن مثل هذه الهجمات غير مبررة ويجب أن تنتهي على الفور. تعرض مقر بعثة اليونيفيل وقاعدتين إيطاليتين لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية إنه أمر غير مقبول، وهو ينتهك القرار 1701 للأمم المتحدة. احتجت الحكومة الإيطالية بشدة لدى السلطات الإسرائيلية. يشار إلى أن قوات اليونيفيل كانت أكدت أن قواتها لا تزال في مواقعها الحدودية برغم تلقيها طلبا من إسرائيل بإعادة نقل بعضها. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن القبض على 3 من عناصر داعش وتدمير 13 مضافة للتنظيم في 3 محافظات عراقية. وقال الجهاز في بيان إنه بالتنسيق مع أسايش إقليم كردستان تم القبض على إرهابيين 2 في السليمانية وعلى 3 يعمل بمنصب أمني فيما يسمى بقاطع ولاية الجنوب. وفي عملية إنزال جوي في محافظة كركوك تم تدمير 13 مضافة تحتوي على عبوات ناسفة وكميات من مادة C4 شديدة الانفجار. تحقق مديرية شرطة الرصافة في بغداد مع دورية أقدمت على إطلاق النار على صاحب دراجة نارية وأردته قتيلا في منطقة باب الشيخ. ويقول ذو الضحية محمد لمراسلنا يعرب القحطان إنهم فقدوا المعيل الوحيد للعائلة، وناشدوا وزارة الداخلية إنزال أقصى العقوبات بحق مطلقي العيارات النارية. التفاصيل في سياق هذا التقرير. حيوانات لو بشر، هذا الشيء ده يصير بس بالعراق، ترى ما ده يصير بأي دولة عربية ولا بأي مكان. عويل ونحيب وصراخ في باب الشيخ بعد إطلاق الرصاص الحي على سائقي الدراجات والضحية محمد. الدراجات لقينا راسه فلش متهشم، المخ مالته واقع بالقاع. الله اكبر، هاي الدولة تقتل اولادنا ليش؟ بأي ذنب؟ بأي ذنب يقتلوه؟ ما لهم حق. ولد جايب مالته الدراج وجايب بيتهم جايب عشاء يقتل. الله اكبر، وين الحكومة؟ اللي ما لحق ياكل، اللي ما لحق ينام للتسعة الصبح، والله يقعد بالخمسة الصبح، حتى الدراسة ما كملها، ما كمل دراسته في سبيل يعيش أبوه، أبوه مريض. صراخ يسمع صداه في كل بغداد، ادفنوا ابنكم من دون كلام، هكذا تحدثت الشرطة مع ذوي المغدور. الشايف طفل، أخذت وديته نومته جوا القبور، وهذا اختصرته علي وأخوته. يعني احنا شنو ذنبنا؟ وسالفة يعني احنا ساي وضعيتنا شنو؟ بس ردفتهم، يعني دا تشوفون هالا أبوش، دا تشوفون كسرته أمه مصدومة، لا بكي لا أكل لا شرب، ما نعرف شو نسوي هسه احنا. 3 أيام مرت على الحادثة، وهذا الدار المتهالك في باب الشيخ فقد معيله الوحيد. لمجلس عزاء للشاب المغدور محمد أسامة، هكذا يتحدث ذو المغدور لحين إلقاء القبض على الجنات. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.
ضبطت هيئة النزاهة مدير سجن السماوة المركزي في محافظة المثنى متلبسا بارتكاب جريمة الرشوة. وأفاد بيان للهيئة بأن مدير السجن ضبط أثناء تسلمه مبلغا ماليا بعد مساومته أحد المواطنين بعدم نقل شقيقه المحكوم بالسجن 5 سنوات من سجن السماوة إلى سجن آخر في إحدى المحافظات. هذا المبلغ هذا القرار القضائي تاريخ اليوم 1/10 وهي الفلوس موثقة هاي الدولارات راح يتم تثبيتها بنفس الرقم بنفس التسلسل. المحكمة تعقد النزاهة المؤرخ بتاريخ 1/10 تم تشكيل مفرز الضبط فريق ضبط كمين محكم وتم إخراج هذا المبلغ من جيب المتهم. دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مفوضية الانتخابات الاعتماد الحيادية والشفافية بما يضمن الحفاظ على أصوات ناخبي كردستان مع بدء العد التنازلي لإقامة انتخابات برلمان الإقليم في دورته 6. جاء ذلك خلال اجتماع السوداني مع أعضاء مفوضية الانتخابات حيث جرت مناقشة استعدادات المفوضية في إقليم كردستان والتي ستجري في 20 من الشهر الجاري واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإقامة هذه الممارسة الديمقراطية المهمة. إذا مشاهدينا ننوه للخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، غارتان على عيت الشعب ورامية جنوبية لبنان. وزارة الصحة تؤكد مقتل 9 وإصابة 28 في غارتين استهدفتا شمال بيروت وجنوبها. أعيد لحضراتكم الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، غارتان على عيت الشعب وفي جنوب لبنان. الصحة اللبنانية تتحدث عن مقتل 9 وإصابة 28 في غارتين استهدفتا شمال بيروت وجنوبها. إذا نعود إلى سياق هذا الحصاد. أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور البارزاني أن البارتي كان دائما يقبل شراكة الحكم مع الأحزاب السياسية الأخرى ويمد يد السلام لهم. البرزاني قال في كرنفال انتخابي في دهوك أن الديمقراطي الكردستاني هو الحزب السياسي الوحيد الذي يتحدث عن مستقبل كردستان وأن على مواطني الإقليم التوجه إلى صناديق الاقتراع لتقرير مستقبلهم ومصيرهم. الحزب الديمقراطي الكردستاني هو غالبية شعب كردستان منذ الانتخابات البرلمانية الأولى، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان دائما يقبل شراكة الحكم مع الأحزاب السياسية الأخرى ويمد يد السلام لهم. ومن الضروري أن تكون حكومة إقليم كردستان المستقبلية في أيدي أشخاص جديرين بالثقة ولديهم خبرة ولا يخافون ويواجهون كل التحديات. من بغداد كل شيء عن الزاد وأخبار الناس في تعاظم وازدياد. من أرض الطفوف حيث ترفع الرايات والكفوف، من كربلاء من قبلة الولاء ومنبع الإباء. ديالى منها عناقيد الأنباء تتدلى، ومن مدينة البرتقال نوافيكم بكل ما يقال أو مسكوت عنه لا يقال. الأخبار مثل أمواج الخليج بين مد وجزر، من البصرة يصدر كل ما يثير الفرح والحسرة، هنا مدينة الخليل والسياب والنخيل. من مدينة النار الأزلية كركوك العراق، هنا مشتبك الأعراق ومعارض الأنباء. الديوانية دنيا، كل شيء فيها في متناول اليد، الأخبار منها تأتي بعد حل وشد. إيقار
صاصلة الأهوار وعلى ذات سياق الانتحار عن قبضها وقبضها نصدر الأخبار. بغداد أم الفقراء من المدينة التي لم تغب عنها شمس الحضارة، معكم في كل أوان. اختطف مجهولون أحد المقاولين في محافظة ذي قار بعد استدراجه إلى قضاء تشبايش جنوبية مدينة الناصرية مركز المحافظة. وأفاد مصدر أمني بأن مجهولين أقدموا على اختطاف أحد المقاولين من أهالي منطقة في البصرة أثناء دخوله قضاء تشبايش جنوبية محافظة ذي قار واقتادوه إلى عمق الأهوار. وبحسب المصدر فإن الخاطفين طلبوا من ذوي الضحية فدية مالية، وأن قوة أمنية كبيرة دخلت قضاء تشبايش وطوقت المنطقة بحثا عن المقاول المختطف. تفاعلت على نحو كبير حلقة برنامج كلام الناس التي خصصت لملف الغجر والمعاناة التي يواجهونها، وأبرزها ملف عديمي الجنسية. ويقول ذو إحدى العائلات لمقدم البرنامج علي الخالدي إن أطفالهم لا يمتلكون وثائق ثبوتية وأنهم ممنوعون من الوظائف في دوائر الدولة، مطالبين بإزالة كلمة غجري من المعاملات والهويات الرسمية التي يتسلمونها من الدولة، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يعانون من التهميش من قبل جميع الحكومات المتعاقبة على البلاد. أكو شغلة بالنظام هسه عندنا استثناء عن احكام القانون، هذول كل الجهال قدامك عندهم استثناء عن احكام القانون، يعني ما يصير لا موظف بالدوله ولا بالبلديه ولا شرطي ولا كل شيء ما يصير. ليش؟ يظل على هاي حطته استثناء عن احكام القانون يبقى هو يبقى هذا غجري لقطعة النفس غجري يظل. يعني انت هاي شو تسوي لها؟ اشيلها اخلي المواطن عراقي حالي حال كل واحد اليف على الباء؟ ليش حاطين؟ واصلا انتم عددكم بصوره عامه مو كلش كبير يعني بالكل العراق. لا مو عدد هواي عندنا بالكل العراق. هسه احنا بهاي قريتنا احنا 613 نفر نساء واطفال ورجال وشياب وشباب بهاي قريتنا. يعني ما قدرت تطلع من هاي القريه؟ شلون تطلع؟ ومن اللي يقبلك انت جاره؟ انت كاولي غجري، ومن اللي يحط بصفه؟ انت مهمش عليه، لا تمد ايدك الي ولا تطلعني ولا يعني باقي لا تحلين وخبزة لا تاكلين وما ادري شلون ولا تفلمين. انت كل حاصرني شفت السطر حط عليه، لا واحد يطلع عليه ولا واحد يطلع عليه. بس غجري كاولي نعم جاء يمك، هذا يمي هذا يمك ترى كفالتك، شو يصير بيه تتحمل مسكوت انت؟ ماكو واحد غريب يطب لنا، انت حاصرني وتريد مني. انتو هسه مثلا اي هنا اي نشاط فني غنائي هاي ماكو نهائيا؟ ما عندنا هاي. من قال السيد محمد صادق الصدر الله يرحمه بخطبه 45 ب 98 عام 1998 قال هؤلاء الغجر، اول مرجع ديني هو خاطب الغجر، اول مرجع ديني بالعراق وبالعالم كله خاطب الغجر، قال هؤلاء مدوا ديكم إلهم، ضيفوهم إلى المجتمع، جيبوهم من الظلام إلى النور. أكو منهم استقبلوا هذا الحكي وكم منهم ما استقبلوا. إحنا نريد هاي تتلغي على مود ابني وابنك يطبون سوى مدرسة، يعني العراقي إن شاء الله أشوفكم بوضع أفضل من اللي إحنا شفناه. إحنا غجر بس لكن بشر، أنا ما أقبل يعني هذا مثلا. إحنا غجر بس لكن بشر، الله سبحانه وتعالى قال إذا ما كان أخيك فريد في الدين فنظيرك في الخلق، ما كان أخيك في الإسلام فنظيرك في الخلق. أنا هم الله خلقني حطوا مخافة الله بعيون كام بعقول كام بقلوب كام أطفال هم بشر ترى هذول شي ذنبهم. هسه أنا مذنب عادي، ابني شي ذنبه؟ أخذ ابني علمه درس أخذه وخر هاي عنه. أنا خليني بالله يطبني ألف مرة. ويواجه الغجر في العراق أزمات معقدة تبدأ من الصراع على إثبات الهوية ومحو الوصمة الاجتماعية السيئة التي تلاحقهم،
وتمر بمحاولات الحصول على فرص عمل ولا تتوقف عند حد الخدمات الأساسية في مناطقهم المنسية، وسط دعوات إلى التعامل الإنساني مع الغجر ومنحهم حقوقهم المشروعة. المزيد عن أحوال هذه الشريحة مع ديما أحمد من استوديو 7. كل يوم في مكان، هذا هو حال الغجر في العراق الذين يخوضون منذ عقود أقسى تجارب التشرد وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، إذ أن غجر العراق ظلوا على هامش حماية السلطات الحكومية وحتى الجهات الإنسانية، الأمر الذي حول حياتهم إلى جحيم حقيقي وجعل مجتمعاتهم الأكثر سوءا وبؤسا. وفي الغالب تعيش مجتمعات الغجر في مشيدات طينية بعيدة عن الأنظار، وتفتقر منازلهم إلى الكهرباء أو المياه النظيفة، ولا صلة لهم بخدمات الضمان الاجتماعي. وهذه الروايات على لسان بعضهم في برنامج كلام الناس. يعني ما يستقبلني المجتمع، ما جاي يستقبل، ما يستقبل، أنا كعراقي ما يقبل، أساني أنت عراقي وأنا عراقي. والله الناس مدفونة وهي عدلة، كل شيء ما يخلون يطوننا، لا هم ناخذين علينا، لا يجونا، لا يشوفون حالنا، كل شيء ماكو. شنو الموضوع؟ شنو ما تمر علي بلدية ما توديني؟ ليش؟ ما أحمل الجنسية العراقية أنا؟ أنا عندي بطاقة موحدة وأحمل الجنسية العراقية وعندي دفتر خدمة مال الجيش. أما خدمات الرعاية الصحية والفحوصات الدورية فتكاد تكون مفقودة للغجر في العراق، الأمر الذي أدى إلى توطين الكثير من الأمراض الانتقالية بينهم. إلا أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الغجر في العراق تكمن في عدم حصول أطفالهم على التعليم، لتكون حفر المياه الآسنة وأكوام النفايات وتقاطعات الشوارع الوجهة الصباحية لهؤلاء الأطفال بدلاً من مقاعد الدراسة. وبالرغم من أن الغجر ولدوا في العراق، إلا أنه سمح لعدد محدود في 2019 بتسجيل بياناتهم في نظام المعلومات الوطني والحصول على البطاقة الوطنية الموحدة مع إبقاء إشارة استثناء في التوصيف القانوني لحالتهم في السجلات الرسمية، قبل أن تعدل الجهات المختصة عن قرارها بمنحهم البطاقة الوطنية، ليجد الغجر أنفسهم من جديد يراوحون مكانهم. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن الغجر يعانون الحرمان من الحصول على فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وجعل أغلبهم يمتهن التسول أو نبش النفايات كمصدر دخل يومي. فلنستمع إلى ما قاله بعض شباب الغجر عن معاناتهم في هذا الأمر خلال كلام الناس. هسه انت شنو هذا اللقب المكتوب؟ هذا اللقب الغجري. الغجري احنا قدمنا، قال انتم مكتوب لكم عليكم بال 57 غجري. يا ابو اخر، احنا نريد نشتغل برا، ماكو عيش هنا. قول ممنوع، نريد نوكل عيالنا نوكل جيراننا نطلع برا، يعني نشتغل بالمحافظات بالولايه. نشتغل محل شيء منا ابو المحل شو يريد عنده معلومات عليه؟ لان يعني امن بيه، اعطيه مستمسك هذا. يشوف هو تبيه لقب غجري، يدفع عليه يطلع برا. ووسط هذا المسار المثخم بالقصص الإنسانية التي أقل ما يقال عنها مأساوية، تعلو الأصوات المدنية المطالبة بالتعامل مع الغجر في العراق وفق مبدأ إنساني وقانوني صريح وواضح. وفي النهاية فالغجر بشر، ولا بد من إحصائهم ومنحهم حقوقهم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا السيدة منار الزبيدي المختصة في حقوق الإنسان والناشطة، وأيضا صاحبة حملة الغجر بشر. طبعا هي أطلقت هذه الحملة منذ سنوات عديدة ودافعت بشكل مستميت عن حقوقهم. أرحب بك سيدة الزبيدي، وأسأل في البداية، أبدأ من موضوع الغجر بشر، هل من استجاب أو هل هناك استجابة فعلا لهذه الحملة التي أطلقتيها بالإضافة أيضا إلى ناشطين آخرين؟ مساء الخير، شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع وحقوق هذه الشريحة المظلومة في العراق منذ سنوات طويلة. الحملة مال غجر بشر أطلقناها في العام 2016. بالعام 2017 بدأت الحملة تنتج ثمارها على أرض الواقع. الحملة يعني هي انطلقت من محافظة الديوانية
كان هدفها الرئيسي والأساسي هو أنه نسلط الضوء على معاناة الأطفال في هذه القرية، الأطفال اللي ينحرموا من أبسط مقومات الحياة، وطبعاً بسبب بصمة العار المجتمعية اللي دائماً تحكم بعنصرية وحاولت أنه يعني تتعامل ويا الناس الموجودين في هذه القرية كلهم، يعني كبار صغار، مذنبين غير مذنبين، أي شخص يعني. المهم العادات والتقاليد المتوارثة ووصمة الدونية والعنصرية تجاه هذه الشريحة هي اللي تسببت بظلم. للأسف أيضاً السلطات المحلية والجهات الحكومية كانت مقصرة بدرجة أساسية وكبيرة جداً، أيضاً كانت تتعامل معهم على أساس تمييز عنصري من خلال تجاهل وتهميش كل متطلباتهم. لما انطلقت الحملة الحمد لله قدرنا نحقق بها هواية مكاسب. المكسب الأول كان أنه إحنا نجبر السلطات المحلية، أو على الأقل أنه كان أكو يعني خلينا نقول تعاون لفتح أول مدرسة في قرية الزهور، وهي القرية المدرسة الوحيدة الموجودة الآن في العراق. بعدين أيضا صار تعاون مع يعني دائرة الصحة وفتح بيت صحي، صار أكو اهتمام تقريبا يعني نوعا ما بالقرية. المكسب الثالث والمهم اللي تم تحقيقه أيضا بتعاون بعض المسؤولين الحكوميين ورجال الدين والناشطين وغيرهم، أنه صدر قرار من وزير الداخلية في وقتها ياسين الياسري، السيد ياسين الياسري، بمنح الغجر البطاقة الوطنية. طبعا موضوع البطاقة الوطنية هو الموضوع الشاغل اليوم اللي احنا يعني نأكد عليه حتى على الأقل نقدر يقدرون الغجر انه يحصلون على فرصة عمل في المجتمع بدون ما يتعرضون الى إذلال والى احتقار والى طرد والى منع من العمل، او من انه يمارسون حقوقهم على الأقل كمواطنين عراقيين. طيب. سيدة الزبيدي إذا تسمحي لي، يعني وإن كانت لديهم بعض الأوراق الثبوتية، طبعا ليس الكل، ربما الآباء والأجداد، المشكلة الآن نتحدث عن الأطفال، سنعود لها بعد قليل، لكن فكرة أنه وإن كانت هناك استثناءات لهم ولديهم أوراق ثبوتية، أنت تعلمين موجود على هذه الأوراق حالة استثناء، وكل العراقيين يعرفون أنه حالة الاستثناء يعني هؤلاء غجر، فهذا بحد ذاته هو الكل متفق على أنه هو تمييز. وايضا حتى وان كنت لا تعلمين انه هذا من الغجر، عندما تقرين تعرفين انه من الغجر. صحيح. هذه كانت هي اكثر مشكله، هم اليوم يعانون من مشكلتين رئيسيه. المشكله الاولى هو عدم التقبل المجتمعي. نعم. والعنصريه المجتمعيه، ويعني كل انواع الاضطهاد والعنف المجتمعي يمارس ضد فئه الغجر في العراق عموما. بالنسبه للاوراق الثبوتيه، هم منحوا الجنسيه باستثناء من قانون الاحوال الشخصيه. لما صدر قانون الجنسيه رقم 26 لعام 2006، للاسف اللي هو اعتمد ايضا على قانون الجنسيه القديم، لم يعالج وضع الغجر، لم يكن ايضا اكو اهتمام من قبل الجهات المعنيه بحقوق الانسان والمنظمات وغيرها. حتى المنظمات بحد ذاتها كانت مقصره جدا الى ان اجت الحمله، وكانت يعني اكو جهود قبل الحمله. اعتقد واحده من المنظمات الدوليه، لجنة الإنقاذ الدولية، اللي سوت لهم شبكة كهرباء طبعا للغجر فقط في العراق. هاي مشكلة الخدمات تختلف عن مشكلة الأوراق الثبوتية، أيضا قدروا يساعدون أنه يحصلوا على أوراقهم. فبقت كلمة استثناء من قانون الأحوال الشخصية موجودة في شهادة الجنسية العراقية. لما اجت الحملة مالتنا وأطلقنا، واحد من أهدافها الرئيسية كان أنه يحصلون على البطاقة الوطنية حتى نضمن وصول الأطفال إلى المدرسة، واجهتنا هذه المشكلة. لازم نطلع للأطفال اللي ما عندهم جناسي بطاقة وطنية، البطاقة الوطنية ممنوعة من الغجر، لأن الغجر أصلا هم ما موجود ضمن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006. فبدت هنا الحملة مالتنا، حملة أين هويتي، تدخلوا بها أيضا قلت لك رجال دين ومسؤولين. المعلومات الأساسية اللي تتعلق بالغجر سواء بالجنسية أو شهادة الجنسية بقت محفوظة وين؟ في الحواسيب الحكومية. لكن لما منحوا البطاقة الوطنية، شوفين أنه بعض الغجر ما مكتوب، يعني بخانة اللقب ما مكتوب غجري. طيب. بس بسبب بعض الاجتهادات الشخصية لبعض الموظفين الموجودين في البطاقة الوطنية، كتبوا على بعض البطاقات كتبوا كلمة غجري، وطبعا هذه مشكلة كلش كبيرة. يعني احنا مثلا في محافظة الديوانية، في المدرسة الوحيدة الموجودة بالعراق اللي قدرنا نحققها، واحدة من المنجزات الكبيرة اللي نفتخر فيها في حملة الغجر بشر، انه فتحنا هذه المدرسة. كنا فرحانين جدا لما العام الماضي تخرجوا من الابتدائية 5 طلاب، 3 بنات و2 ولد. اللي صار صدمة مجتمعية انه المدرسة القريبة من عندهم ما تقبلوا ذول الاطفال انه يكونون موجودين بها. طلعوا بعض الاهالي بتحريض
ما نعرف منين، انه رفضوا انه ذول الاطفال انه يكونون جزء من المدرسه ويتعلمون الى جانب اولادهم، فبقينا محتارين. بعدين صار تواصل مع مدير التربيه، وصلنا الى حل، قدرنا نحصل للاطفال. طيب اذا تسمح لي، يعني الاطفال عندما يسجلون في المدارس يعني على اي اساس مستمسكاتهم البطاقه الوطنيه؟ أكيد طيب. لأن البطاقة الوطنية هي قامت تغني عن الوثائق الرسمية الأربعة، الجنسية وشهادة الجنسية والبطاقة، بالإضافة إلى بطاقة السكن أيضا لازم تكون موجودة. التحفظ مالتنا على هذا الموضوع أنه ذول الأطفال لما أنت تنطي لطفل بطاقة وطنية وكاتب له باللقب غجري، إحنا ما حلينا المشكلة، لأنه لا القانون، لا قانون الجنسية تعدل وعالج وضع الغجر، ولا أنت بالبطاقة الوطنية عالجت وضع الغجر. يعني هنا هاي المزاجات بالتعامل مع هذه الفئة، للأسف هذه النظرة الدنيا ونظرة الاحتقار ما تزال موجودة. بعض الغجر ومنهم الأطفال اللي إحنا نريد اليوم نخلق من عندهم جيل واعي، جيل قادر على الفهم والمطالبة بالحقوق، وعلى الأقل أنه يندمج مجتمعيا وياخذ فرصته ويعيش حقوقه. طيب. كمواطن أكيد. لكن إذا تسمحي لي، هذه البطاقة الوطنية أو قبلها كانت الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والتموينية وإلى آخره، هل هي تمنح إلى الجميع، إلى كل الأطفال؟ يعني لأنه البعض يتحدث ومنهم يعني أنه الأب يمتلك مثلا، الأبناء لا يمتلكون أي أوراق ثبوتية، على أي أساس يتم منحها يعني؟ لا هي كل شخص عنده الجنسية ياخذ البطاقة الوطنية، لأن هي باعتبارها أنه يعني أصبحت أنه هي البديل الرسمي المعتمد. هي البطاقة الوطنية، لكن بعض الغجر هم ما قدروا يطلعون ربما جناسي. يعني إحنا مثلا بعض الأطفال قدرنا نعالج حالاتهم قبل سنتين وثلاثة، هو أصلاً ما عنده جنسية، لأن تعرفين أنه لازم رب الأسرة تكون عنده البطاقة الوطنية، وهي تنسحب على الأبناء. يعني إذا رب الأسرة مثلاً مكتوب في بطاقة الوطنية غجري، الأبناء أيضاً لازم يكتبون على بطاقاتهم همين بخانة اللقب يكتبون غجري. اللي ما عنده ربما عنده مشكلة بالمراجعة، بعض الأحيان يعني بصراحة يضعون عراقيل أمامهم في الحصول على أوراقهم الثبوتية، مثلاً روح وتعال وكذا. تعرفين أنه هم أغلب الناس اللي موجودين هم يعانون من الفقر، فقر المدقع، يعني مو بس فقر عادي. خلينا هو أكيد إذا كانت بداية حياته سيئة، تعليمه سيء، وبالتالي حصول على الوظيفة ربما يكون فرصة شبه معدومة، فنتيجة الفقر يعني نتيجة طبيعية ومنطقية لهذا الوضع. نعم، فهم ما يملكون، أقصد أنه الوسائل ربما البعض منعتهم ما يملكون السيولة المالية، أو خلينا نقول الأشياء اللي ممكن تساعدهم حتى أنه يراجعون هذه كثرة المراجعات. إضافة إلى أكو يعني هم اشتكونا من وجود أكو تعامل بعنصرية معاهم، يعني أنه كثرة التأجيلات تخلي بعد ما يقدر يروح أو يخاف يروح، أو ربما المعاملة بقسوة وبعنف وبنبذ. هذا الموضوع. أما من الناحية القانونية لا، أنه اليوم الحكومة هي ما منعت عن أي واحد أنه تصدر له البطاقة، إلا إذا أكو مشكلة بمجموعة من الإجراءات اللي ما متوفرة ربما بالشخص نفسه. طيب. أما القرار فالقرار شمل كل القرار الغجر. الحكومي موجود ونافذ، إذا تسمحي لي، ونافذ وصحيح ومنصف، لكن بالضبط. أنت قلتي قبل قليل بأن هناك اجتهادات شخصية من بعض الموظفين. صح. يعني أما بتعامل بفوقية أو يكتب عنه غجري وهو ليس ضروري أن يكتبه أصلا. بالضبط. ألم يتعرضوا لعقوبات مثلا، محاسبة، فصل، أيا كانت هذه العقوبات؟ لأن تعرفين يعني هذا مهم. المشكلة أنه اليوم الغجر يخافون، يعني زميلتي العزيزة الغجر اليوم يخافون يحجون، يعني أنه إحنا اليوم تعرضنا إلى عنف من فلان شخص، فلان عرقل معاملتي، هذا الموظف تعامل وياي بفوقية وعنصرية، إلى آخره من الأمور. يعني كثير لحد اليوم كثير من القضايا اللي هم يعني يحتاجونها من بعض الدوائر الخدمية يتواصلون وياي، وأنا أقدر يعني من خلال يعني علاقتي مع بعض الدوائر وغيرها ومع الحكومة المحلية أكو تعاون طبعاً بهذا الموضوع، بس أنا اللي يعني أحاول أساعدهم بهذا كل المشاكل اللي هم يواجهونها. فهم يخافون يقولون إنه إحنا مثلاً الموظف الفلاني منعني، الموظف كتب لي غجري، فهم بقوا ساكتين عن هذا الموضوع. هاي رقم واحد. رقم اثنين، سكتوا عن هذا الموضوع لأنه ما يريدون أحد يعرفهم. يعني يقول لك أنا ما أقدر أطلع وأحكي وأقول أن أنا هيج صار بي. ليش؟ لأنه لما يطلع بالشارع رأساً الناس تتعرف عليه، ويمكن عندنا هواية أمثلة زميل علي الخالدي لما زار القرية بسوي بيها جولة سمع كثير من القصص اللي هي ما تزال موجودة. وربما وضع الغجر في محافظة الديوانية أهون بكثير جداً من وضع الغجر الموجودين في ديالة. يعني أطفال بلا مدارس، بلا رعاية صحية، نساء محرومة، شباب محرومين، يعني أوضاع يعني
بائسة جدا يعيشوها. ربما يحتاجون إلى منار زبيدي ثانية لتطلق حملة في ديالة وتكمل يعني هذا المشوار. أكو جهود تجاههم، بس يعني مشكلة ربما أكبر من هذه الجهود. نعم نعم. شكرا جزيلا لك منار الزبيدي، صاحبة حملة الغجر بشر ونشطة في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا من الديوانية، شكرا جزيلا لك. الشرقية، أول من يعلم وآخر من يسكت. وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه، والتي أصدرها مدير عام هيئة الضرائب وقام بتعميمها إلى فروع الهيئة في المحافظات في إجراء فردي منه خلافا لقرار مجلس الوزراء وللرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي. وأكد السوداني أن ملف الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة كونه مرتبط بملف الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي وبشكل يحقق المنفعة العامة. وشكلت وزارة المالية بناء على توجيه السوداني لجنة تحقيقية بحق المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية للوقوف على أسباب هذه المخالفة التي لا تستند إلى القانون وتسببت بحالة إرباك لدى المواطنين. وعلى مدى الأشهر الست الأخيرة شابت عمل الهيئة العامة للضرائب في العراق الكثير من الشكوك وشبهات الفساد، حتى وصل الحال ببعض النواب إلى وصفها بالمؤسسة الأفسد، فيما تعالت دعوات إجراء تغييرات جوهرية في مفاصل هيئة الضرائب، خاصة بعد مخالفاتها القانون والدستور بفرض زيادات ضريبية دون تشريع. المزيد مع أنس البدري. الشكوك والاتهامات الرسمية تلاحق عمل الهيئة العامة للضرائب في العراق التي شابت عملها خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الخروقات، وصلت إلى حد فرض زيادات ضريبية على دوائر معينة دون أي مسوغ. يقول نواب في البرلمان العراقي إن الفساد يضرب مفاصل الهيئة العامة للضرائب في البلاد، مشيرين إلى أن هذا الأمر يشمل حتى فروع الهيئة في المحافظات الاتحادية كافة. نواب آخرون يتحدثون عن غموض وخلل كبير في النظام الضريبي العراقي، إذ يتهرب الجميع من الضرائب، فضلا عن شبهات وتساؤلات تطوق ملف تدقيق الحسابات للأفراد والشركات المشمولين بالضرائب وفرض الرسوم على جهات دون أخرى، وهو الأمر الذي يثير الريبة. لعل آخر ما قامت به هيئة الضرائب في العراق هو فرض زيادة على الرسوم المالية المتعلقة بنقل ملكية العقارات بمختلف أجناسها، وهو الأمر الذي استوجب تدخلا من رئيس مجلس الوزراء لإيقاف هذا الإجراء بشكل عاجل. فالدستور العراقي نص على أن الضرائب لا يجب زيادتها إلا بتشريع قانون لذلك، طبعا مع مراعاة الطبقات التي ترزح تحت خط الفقر بهذا الصدد. لذلك فإن من صلاحيات مجلس الوزراء التدخل حال أي اجتهاد أو ما شابه بزيادة الضرائب. وهنا الرأي القانوني للخبير علي التميمي. الضرائب لا تفرض، لا تجبى، لا يمكن زيادتها إلا بقانون. وأيضا يعني الشطر الثاني من هذه المادة قال تراعى الطبقات الفقيرة التي هي تحت خط الفقر، وبالتأكيد فرض هذه الضرائب وفق القانون 113 لسنة 1982 هو يخضع يعني لهذه القواعد اللي جاء بها هذا القانون. ما جرى إذن يوجب تحركا آخر بحسب مراقبين للشأن نحو التحقيق الدقيق لما يحصل، وأيضا عبر إدارة جديدة لهيئة الضرائب تأخذ على عاتقها تصحيح مسار العملية الضريبية التائهة وسط سوء الإدارة والتحايل وفقا لوصف المنتقدين.
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة وببيان أسبابها ومعالجتها. وشدد السوداني على وجوب وضع حلول جذرية لهذه المشكلة البيئية ودراسة الأمر من جميع جوانبه، على أن تقدم اللجنة تقريرها الخاص بالموضوع خلال يومين. وتضم اللجنة أعضاء من وزارتي البيئة والنفط إلى جانب ممثلين عن وزارة الكهرباء والوكيل الفني لأمانة بغداد ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى. وعزت وزارة البيئة العراقية أسباب انتشار رائحة تشبه الكبريت في أجواء العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية إلى تغيرات في جودة الهواء. وقالت البيئة في بيان إن عدم جودة الهواء ناجب عن الاحتراق غير التام للوقود عالي المحتوى الكبريتي الذي يستخدم في عدد من الأنشطة، إلى جانب حرق النفايات في المطامر غير النظامية، مشيرة إلى أن هذه الحالة ازدادت مع انخفاض درجات الحرارة. ودعت الوزارة المواطنين إلى تقليل وجودهم في الهواء الطلق وإغلاق النوافذ لضمان جودة الهواء داخل المنازل، وأخذ استراحة داخلية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو ارتداء الكمامات عند الخروج. رفض ذوو مرضى السرطان في البصرة تحمل أعباء مالية جديدة فرضتها وزارة الصحة مقابل زيارة الراقدين في المستشفيات. ويقول مواطنون لمراسلتنا نور التميمي إنهم ليسوا ضد عملية تنظيم الزيارات، لكن هناك ملاحظات على المبالغ المستقطعة، كما أن هناك من يزور مريضه أكثر من مرة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. خلف هذه الجدران هناك من يصارع من أجل الحياة، ووسط ذلك الصراع فرضت وزارة الصحة أجورا مالية مقابل زيارة كل مريض، الأمر الذي رفضه ذو مرضى السرطان. مستشفى الطفل أكثر مكان يعني نقدر نقول التبعات مالتها عليهم صعبة، وماديا أكيد يعني نقدر نقول حتى 80% من الموجودين هنا من العوائل عوائل بسيطة، بس الله سبحانه وتعالى بلا أولادهم بمرض كلش كبير، فلما يجي يدفع الفلوس يدفع 5000 هي مو قليلة عليه. عملية تنظيم الزيارات واستقطاع مبلغ 5000 دينار هو عملية تنظيمية بغض النظر عن الملاحظات اللي عليها، لكنها كإجراء لا يمس هؤلاء الناس. هؤلاء الناس لديهم التزامات كثيرة، بعضهم يحتاج للذهاب لأكثر من مرة لتلبية احتياجات المريض. مجلس البصرة يقول بأن أغلب المصابين بالأمراض السرطانية هم من أقضية ونواحي المحافظة، ويتحملون أجور مالية كبيرة لذهابهم من وإلى المستشفيات. الصحة الآن المحافظة تصرف على الصحة وليس الوزارة، بالمقابل المفروض ترفع هذه الجباية عن محافظة البصرة مثلا يعني، أو لا نقول يا بنستفني من أمراض السرطانية أصحاب الأمراض السرطانية والفشل الكلوي أو الأمراض المستعصية مثلا. هذا المفروض هيك يكون التعامل. احنا بدورنا راح نخاطب الوزارة وننتظر الجواب حتى يكون لنا رأي بعد الجواب. وسجلت مستشفيات محافظة البصرة خلال العام الماضي والحالي رقود أكثر من 4800 مصاب بالأمراض السرطانية، وسط تخوف من ارتفاع تلك الأعداد. من محافظة البصرة نور التميمي، الشرقية نيوز. ناقشت الحكومة المحلية في نينوى المشاكل والتحديات التي تقف عائقا أمام عمل النقابات في المحافظة. ويؤكد مسؤولون محليون خلال ندوة موسعة حضرها جمال البدراني إن الكثير من المشاريع التي تمت مناقشتها من أجل الارتقاء بالمشاريع والخدمات في عموم المحافظة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. تسعى الحكومة المحلية في نينوى لتحريك عجلة النقابات في الموصل بعد سبات عميق أصابها منذ عقدين جراء الإهمال المتعاقب من قبل الحكومات السابقة، ما جعلها تواجه تحديات جمة. هذه التحديات طرحت على طاولة الحكومة في الموصل من خلال حلقة نقاش. أول ندوة أشاهدها أنه هذه تكون ناجحة، يعني لأنه كان السيد المحافظ طبعاً نشيد بدور السيد محافظ نينوى
على سعة صدره على تفهمه حالة النقابات. طرحنا مواضيع كثيرة من ضمنها الجانب الفني والثقافي اللي غير موجود حاليا في خطة إعمار محافظة نينوى، بناء المسارح، إعادة بناء المسارح وبناء قاعة جاليري كبيرة في مدينة الموصل. نحو استراتيجية جديدة، الطموح لتحويل عمل النقابات ونقله إلى بر الأمان ولتفعيل دورها المغيب. نظمت مركز نون للدراسات الاستراتيجية والحوار ندوة خاصة مع الحكومة المحلية لتنشيط دور النقابات المهنية والنقابات العمالية. نقابات البعض منها مع وقف التنفيذ بسبب الإهمال والتحديات، ومحاولات للدفع بعجلة هذه النقابات وترجمة هذه اللقاءات على أرض الواقع. من الموصل جمال البدراني، الشرقية نيوز. هزت انفجارات ضخمة السبت شمال قطاع غزة ناجمة عن نزف عدد من المباني في مناطق عدة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن نزف المباني وقع في مناطق وأحياء الصفطاوي والتوام شمال غرب مخيم جباليا بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي. إلى ذلك ذكرت مصادر طبية أن 49 فلسطينيا سقط وأصيب 219 آخرون في غارات مكثفة على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وارتفعت حصيلة ضحايا القصف إلى 42175 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما وصل عدد الجرحى إلى 98336 آخرين منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة جوا وبحرا مخلفا عشرات الضحايا والجرحى وسط عمليات نزف مربعات سكنية وحصار متواصل منذ 7 أيام. وأعلن الدفاع المدني في غزة مساء الجمعة عن سقوط 30 شخصا وإصابة العشرات بضربات على مخيم جباليا للاجئين. وتزداد الأوضاع الإنسانية في مخيم جباليا خطورة مع مرور الوقت، مع منع إدخال إمدادات الغذاء والدواء والمياه للمواطنين وصعوبة دخول طواقم الإسعاف لانتشال جثامين الضحايا ونقل الجرحى. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن آلاف الأشخاص محاصرون في مخيم جباليا بقطاع غزة وسط قصف مكثف للقوات الإسرائيلية. وقالت سارة فولستيك منسقة أطباء بلا حدود إن 5 من موظفي المنظمة محاصرون في جباليا ولا يسمح لأحد بالدخول أو الخروج من المخيم، ومن يحاول ذلك يطلق النار عليه. وأظهرت مقاطع نشرتها رويترز السبت سكان مناطق عدة في شمالي قطاع غزة وهم يفرون من جباليا بعد صدور أوامر بإخلائها. إذن مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل زوروا مواقع الشرقية على منصات التواصل الاجتماعي. وصلنا إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.